que el ritmo te lleva a mover la cabeza. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعالى كيف حالكم أصدقاء؟ أتمنى تكونوا تم الصحة والعافية. أنا معدت لكم جديد بحلقة جديدة إن شاء الله من لعبة جي تي أي سان أندرياس. اليوم سوف نقوم بلعب مهمة جديدة في لعبة جي تي أي سان أندرياس، لم تقم بإضافتها شركة روكستار بل أضفتها أنا من طرف مطور. سوف أضع لكم رابط هذه المهمة في أسفل الفيديو. هذه المهمة سوف تشمل عودة بيك سموك رايدر وتيم بيني في مهمة واحدة، هو سوف نحاول القضاء عليه مقتله من الأبد. حسنا، هيا بنا نطير إلى السان فييرو لأن المهمة موجودة هناك وبسرعة. حسنا، ابقوا معنا في الرحلة. المهم يا شباب، لقد وصلنا إلى مدينة السان فييرو، هي المهمة داخل هذه السفينة. علينا النزول بسرعة. حسنا، علينا الركوب. ها هي، ها هو رايدر بيك سموك تيمباني. هذه الكلمات ربما بالروسية والبرازيلية. أعطوني سلاح. حسنا، سوف أقضي عليهم كلهم. جيد، كيف سوف نصعد؟ لا يمكننا. حسنا، دعونا نأتي من هنا. مغلقة. حسنا، لقد قتلت. حسنا، كما ترون يا شباب لقد استطعنا المرور، والآن دعونا نكمل طريقنا. حسنا، جيد، بقي واحد. حسنا، دعونا نكمل الآن. حسنا، دعونا نمر من هناك لقتلهم. حسنا، ها هو بيك سموك. ها هو تيمباني. لا، رايدر، رايدر هذا. فهو تيمباني أيضا. بقي تيمباني. حسنا، ها هو تيمباني، ولقد قتلناهم كلهم. لا أعلم ماذا الآن. ها هو تيمباني رايدر وبيك سموك. هكذا انهينا المهمة على ما أعتقد، لكن لا أعلم، يوجد خلل ربما في المهمة لأنني قتلتهم كلهم. حسنا، دعونا نصعد إلى فوق. ولقد انهينا المهمة كما ترون يا شباب، ولهنا تنتهي الحلقة الخاصة باليوم. إذا أعجبتكم في السلسلة فتنسوا سوداء لا تضغط على زر لايك وليشترك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى وبركاته.